السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم مراد. فيديو جديد ونزال حارق تنتظر البطل المغربي عثمان الزعيتر امام الامريكي ووردي. عثمان اللي غادي يجري المواجهه الثانيه ديالو الحساب منظمه اليو اف سي بعد ما فاز في النزال الاول ضد الخصم الفنلندي بالضربه القاضيه. هو نفس الشيء بالنسبه للخصم الامريكي واللي فاز ايضا بالضربه القاضيه في النزال ديالو الاخير، واظهر مستوى كبير واسلوب قتال غادي يخليه يصعب المواجهه على عثمان، وايضا غادي يكون من الصعب التكهن بنتيجه النزال. فكلا المقاتلين عندهم قوه كبيره في التحمل وايضا من الناحيه الهجوميه. الامريكي ووردي والملقب بنجم الموت فهو ليس بالخصم السهل، بحيث يتميز بنية قوية وتتفوق على المغربي بأكثر من 10 سنتيمترات في الطول. عنده أيضا أكثر من 9 انتصارات بالضربة القاضية. أما عثمان اللي أثبت قوته من خلال المواجهات اللي جرى في السنوات الأخيرة، بحيث أنه لم ينهزم منذ أكثر من 6 سنوات، وفاز أيضا بعدة ألقاب في رياضات القتال المختلطة. وأهمية هذا النزال تتجلى في أن المقاتلين عندهم طموح باش يحفروا اسمهم ويرفعوا الأسهم ديالهم في اليو اف سي، المنظمة الأقوى والأشهر في العالم. خصوصا عثمان الزعيتر اللي عنده مسؤوليه كبيره، بما انه محسوب على فريق الداغستاني حبيب نورماغيدوف، والنزالات ديالو تتبرمجوا دائما في نفس الليله مع حبيب. فالانتصار او الهزيمه لاي فرد تتاثر بشكل من الاشكال في سمعه الفريق. اما من ناحيه الارقام فغادي نخليكم مع هذه المقارنه البسيطه ونرجعوا. بخصوص تاريخ المواجهة فهو غادي يكون يوم 18 أبريل بروكلين مدينة نيويورك الأمريكية. قبل ما نختمو هذا الفيديو غادي نخليكم مع ترجمة هذا المقطع اللي تتحدث فيه عثمان على سبب تفضيله رفع العلم المغربي وتمثيل المغرب في منظمة اليو اف سي على حساب ألمانيا. تلاقاو في فيديو جديد، شكرا على المتابعة، السلام عليكم. Ich fühle, die Leistung, die ich erbringe, wird von Marokkanern mehr geschätzt als von Deutschen. Ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen. Ich mag Deutschland. Mein Hauptwohnsitz ist in Marokko. Da mag ich es mehr. Mein Herz. Es geht darum, wo mein Herz mich hinzieht.